وإن لله. اسمعوا لسه الإمام العيني العلام الكبير، إيه؟ نظير ابن حجر، هذا حنفي وهذاك إيه؟ شافعي. إيش يقول؟ قال فكيف الأمر ها هنا؟ في شيء مش مفهوم. قال تقول اللي اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأخطأ فعنده أجر، يعني في أجر في قتل المسلمين، في أجر في قتل عمار، في أجر في الخروج على علي وخديعة الناس والتسبب في قتل 70,000. عارف ايش قال؟ قلت الذي قلنا، كانوا بيقول سامحوني ما انتم عارفين اللي قلته قبل شويه، قال اجتهاد ما اجتهاد جواب اقناعي. شفتوا؟ مش برهاني، قال انا عارف مش برهاني ومش مقنع ومش علمي، بس هيك بنقول بدنا نمشي الحال، الامور هيك هي، بس صادق الرجل. قال الذي قلنا جواب اقناعي، فلا يليق ان يذكر في حق الصحابه خلاف ذلك. من هو يعرف خلاف ذلك ويوقن به صح؟ بس ما بنقدر نقوله قال. لأنه هل هو مخدوع بقاعدة أن الصحابة كذا؟ لا أحسب إمام زي كذا، ولكن المؤسسة بدها هيك، والشعب والدنيا أهل السنة ما فيه.